أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، عليه أشرف الصلاة وأتم التسليم. نكمل إن شاء الله تعالى حديثنا في الفصل العاشر بعنوان استراتيجيات التسعير ضمن مساق إدارة التسويق المقرر على طلبة قسم إدارة الأعمال في كلية العلوم الإدارية والمالية بجامعة الإسراء. كنا قد تحدثنا في التسجيل السابق عن مفهوم السعر والآثار النفسية للسعر، وتحدثنا بشكل أساسي عن العلاقة بين السعر والجودة، وما هو السعر المرجعي وآثاره النفسية، وكذلك النهاية السعرية ونظرة المستهلك لها في الشراء. اليوم إن شاء الله تعالى نكمل ما تبقى من هذا الموضوع، ونتحدث عن طرق التسعير أولا، وستحدث من خلاله عن التسعير وفقا للتكلفة والتسعير وفقا للمنافسة. بعد ذلك نتكلم عن استراتيجيات تسعير المنتجات الجديدة، واستراتيجيات تسعير أو تعديل الأسعار للمنتجات القديمة، ونختم هذا الفصل بإذن الله تعالى. أولا طرق التسعير. طريقة التسعير كل شركة لها طريقتها في التسعير، لكن نعرف أنه طريقة التسعير اللي بتختارها الشركة تعتمد على ثلاث عوامل. ما هي العوامل التي يعتمد عليها اختيار الشركة في طريقة التسعير؟ أولا التكلفة، مهم جدا أنه يعتمد على التكلفة، مهم جدا يعتمد على ويقارن بأسعار المنافسين. ما بدي أقول بعيد عنه. بيعتمد أيضا التسعير على إدراك المستهلك للقيمة هذا المنتج، إدراك القيمة من قبل المستهلك لهذا المنتج. عشان هيك إحنا نقول هناك ثلاث عوامل أساسية تعتمد عليها طريقة التسعير لدى الشركة، وهي التكلفة وإدراك المستهلك وأسعار المنافسين. ويمكن أن نميز بين طرق التسعير، عندنا زي ما قلنا طرق التسعير وفقا للتكلفة أو وفقا للمستهلك، والتسعير وفقا للمنافسة. خلينا نمشي واحد واحد فيهم، أول شيء نتكلم عن التسعير وفقا للتكلفة. تمام، التسعير وفقا للتكلفة. طبعا هذا الشكل بيوضح لنا العوامل الثلاث المؤثرة في تحديد السعر، اللي تكليف المنتج وإدراك القيمة من قبل المستهلكين وأسعار المنافسين. أول شيء بنتكلم عن التسعير وفقا للتكلفة، وحنتكلم عن طريقة هامش الربح الثابت ونقطة التعادل والربح المستهدف والتسعير وفقا للمستهلك. طريقة هامش، إذن أول نقطة وطريقة للتسعير وفقا للتكلفة هي طريقة هامش الربح الثابت، اللي هي بتعتبر طريقة هامش الربح الثابت من أسهل الطرق في التسعير. تعتمد إيش؟ تعتمد مباشرة على التسعير، هي أقدمها. ما هو التكلفة المتغيرة والثابتة ونضيف لها هامش ربح، بيتم حساب تكلفة المنتج سواء متغيرة والثابتة وإضافة هامش ربح لها. إذن أسهل الطرق أقدمها هي طريقة هامش الربح الثابت في طرق التسعير للتكلفة، لأنه كل بساطة أسعر الوحدة من خلال ما هي تكلفة المتغيرة والثابتة، بالتالي أضع لها هامش الربح. فمن سلبيات الطريقة هذه اللي اعتبرناها الأسهل والأقدم أنها لا تأخذ بعين الاعتبار الطلب أو القيمة المدركة أو المنافسة عند تحديد السعر، ما بتعتبر لأي اعتبارات أخرى سواء قيمة المدركة من المنتج عند المستهلك والمنافسة للسعر، بالتالي ما بتأدي غالبا لأفضل سعر. لماذا؟ لأنها ما بتعتمد أو بتأخذ بعين الاعتبار هذه العوامل. بالتالي ليس دائما طريقة هامش الربح الثابت بتوصلنا إلى السعر الأفضل. طبعا هذه الطريقة تفقد معناها إذا ما توافقت المبيعات مع التوقعات. الشرط إنه الطريقة تكون قيمة وجيدة في التسعير لطريقة هامش الربح الثابت، إذا والله كنت متوقع حجم معين من المبيعات وتوافق الطلب معه، لكن إذا ما صار توافق بينهم هنا في إشكالية وما بتكون جيدة وغير فعالة هذه الطريقة في التسعير. عشان هيك بنلاحظ شيوع هذه الطريقة
لأن الشك حول التكاليف هو أقل بشكل عام. الشك حول الطلب ما في شك في التكاليف لأنه معروف التكاليف تحديدا، لكن الطلب ممكن يكون فيه عندنا شك فيه. باعتماد على الكلفة بالوحدة سهل كثير عملية تحديد السعر، باعتماد زي ما قلنا على تحديد التكاليف المتغيرة والثابتة مقسومة على عدد المبيعات وحجم المبيعات يتم تحديد التكلفة. الطريقة الثانية من طرق التسعير بعد طريقة هامش الربح الثابت اللي اعتبرناها الأسهل والأقدم هي طريقة نقطة التعادل والربح المستهدف. فبتعتبر طريقة التسعير وفق نقطة التعادل، إذا ممكن للشركات أن تسعر منتجاتها وفقا لطريقة أو وفقا لنقطة التعادل. هذه الطرق أيضا تعتمد على الكلفة، أيضا زي ما طريقة هامش الربح الثابت تعتمد على الكلفة، هذه الطريقة أيضا تعتمد على الكلفة والتكلفة. طريقة نقطة التعادل والربح المستهدف بتقوم على تحديد أساس سعر يسمح بمعدل الربح. إذا عندنا في سعر أساس نقطة التعادل، في سعر أساس بيسمح بمعدل ربح محدد مع الأخذ بعين الاعتبار حجم المبيعات المتوقع. تفترض أن المنتج في المثال السابق المنتج استثمر لنا $1,000,000 بيرغب في الحصول على عائد الاستثمار قدره 20% أي 200,000، وهكذا السعر يحسب. فالسعر بيساوي الكلفة بالوحدة زائد معدل المردود المرجو في الاستثمار تقسيم حجم المبيعات، تطلع سعرها واحد. شوف الكلفة نضيف عليها الأرباح اللي بدي إياها، كلفنا مثلا $1,000,000 حط عليها 200,000 من 20% ربح المية ثم أقسم على عدد فبيطلع على $20 سعر واحد. ولكن ما الذي سيحدث إذا لم نبع 50,000 وحدة بهذا السعر؟ هنا لابد إنه عشان نجاوب على السؤال إن نرجع لمفهوم نقطة التعادل. نقطة التعادل بتقول إنه عندنا عدد الوحدات الواجب بيعها، عدد الوحدات الواجب حتى تغطي إيرادات الشركة تكلفة. عندنا في متغيرين، عدد الوحدات اللي بيعها وإيه إيرادات الشركة بناء على تكلفها. لذا يدعو البعض نقطة لا ربح ولا خسارة. نقطة التعادل اللي نقول عنها نقطة ما بتحقق الشركة فيها ربح ولا تحقق فيها أيضا خسارة، هذه نقطة تعادل. لاحظ عندنا هنا حجم مبيعات وهنا التكلفة، وين بتساوي حجم المبيعات مع التكلفة؟ هنا بتصير نقطة التعادل، بتقاطع التكلفة مع الإيراد. مبيعات يعني نقص فيها إيرادات، عندما تعادل الإيرادات مع التكاليف هنا بتكون نقطة التعادل التي لا ربح ولا خسارة تحقق الشركة. نقطة التعادل بتساوي التكاليف الثابتة مقسومة على السعر ناقص التكلفة المتغيرة. فعشان هيك بكون عندنا 300,000 مقسوم على 20 ناقص 10,000 السعر 20، نقصنا من التكلفة المتغيرة الوحدة وبصير عندنا بساوي 30,000 وحدة. مثلنا السابق تقدر التكاليف الثابتة ب 300,000 أيا كان حجم المبيعات. أما التكاليف الثابتة ما بتتغير مع حجم المبيعات، التكاليف المتغيرة تتغير، فبالتالي التكاليف الثابتة 300,000 أيا كان حجم المبيعات، لكن التكاليف المتغيرة غير ممثلة في الشكل بتزيد مع حجم المبيعات. قديش بنزيد حجم المبيعات قديش بنزيد التكاليف المتغيرة وتقل، لكن في المقابل صح بتزيد التكاليف المتغيرة لكن بتقل التكاليف الثابتة، وتساوي التكلفة الإجمالية إلى مجموع الثابتة والتكاليف المتغيرة. لكن الإيرادات تبدأ من الصفر لأنه إذا ما في بيع ما في إيرادات، وهذا كان واضح بالشكل في الرسمة اللي عنا إنه الإيرادات تبدأ من الصفر، وكل ما بزيد الإنتاج حجم المبيعات أو حجم المنتجات بزيد عنا التكلفة المتغيرة وبقل التكلفة الثابتة. هذه بتكون قواعد ثابتة لدينا. طبعاً الصعوبة بتكمن إن هذه الطريقة أيضاً تعتمد على تخمين المبيعات لحساب السعر، كما الطريقة الأولى طريقة هامش الربح الثابت لحساب السعر. طبعاً في حين إن السعر هو أحد العوامل بتحدد حجم المبيعات، وهكذا السعر 20 يمكن أن يكون مرتفعاً جداً أو يمكن يكون منخفض جداً لبيع 50,000 وحدة. فهذه الطريقة تهمل أيضاً منوط الطلب وأسعار المنافسين. الطلب من مثلاً قانون الطلب مثلاً، قانون الطلب يقول زاد الكمية المطلوبة أو زاد السعر بزاد الكمية المطلوبة،
طب أسعار المنافسين، أنا بقدم مثلا منتج وجيد وله علامة تجارية، هل أبيعه بأقل؟ إذن نقطة التعادل هذه فيها إهمال لمنتج الطلب، فيها إهمال لأسعار المنافسين، لذا يتوجب اختيار مستويات مختلفة للسعر وتخمين أثرها. مثلا عشان نشتغل على مختلفة أسعار مختلفة، مستويات مختلفة للسعر، ونخمن أثرها المحتمل على حجم المبيعات والمردودية. الطريقة الثالثة نتكلم عنها بعد ما تكلمنا في طرق التسعير، تكلمنا الطريقة الأولى طريقة هامش الربح الثابت، صحيح؟ تكلمنا عن نقطة التعادل، لكن في عندنا أيضا تسعير وفقا للمستهلك. إذا أول التسعير كان في طرق التسعير كان التسعير وفقا للتكلفة، وتكلمنا في نقطتين طريقة هامش الربح الثابت ونقطة التعادل. الآن نتكلم عن التسعير وفقا للمستهلك. وفقا لإيه؟ وفقا للمستهلك، قبل ما نروح التسعير وفقا للمنافسة. طريقة التسعير بناء على المستهلك بتستند على أن المستهلك هو من سيحكم على سعر المنتج، وبالتالي يجب التسعير بما يتوافق مع إدراك المستهلك القيمة. إذا التسعير إذا بنستند لطرق التسعير بناء على المستهلك، هذه بتركز وتعتمد على أن من يحكم السعر هو المستهلك، بناء على إذا التسعير بناء على الصورة الذهنية والإدراكية للقيمة للمنتج لدى المستهلك. إذن مهم جدا أن المستهلك هو من يحكم على السعر وفق طريقة التسعير وفق المستهلك. فتعمد الكثير من الشركات إلى تحديد أسعارها تبعا للقيمة المدركة للمنتج من قبل الزبون، حيث تعتمد هذه القيمة على عناصر متعددة كالأداء المدرك، شبكات التوزيع، الكفالات، خدمة ما بعد البيع، سمعة المصنع والثقة. لأن أنت تلاحظ أن في هذه الطريقة بتم التسعير وفقا للمستهلك، أي وفقا للقيمة المدركة لدى المستهلك عن المنتج، فبتحاول تدخل فيها شبكات التوزيع وخدمة ما بعد البيع والسمعة والثقة بالمنتج حتى التسعير يعتمد عليها. فتسعى الشركات هنا إلى تقييم القيمة المدركة لعلامتها التجارية، وبالتالي بتحدد السعر بما يتناسب معها. فمثلا إحدى الشركات تستخدم طريقة القيمة المدركة في تحديد أسعارها، وهكذا. فإنها يمكن أن تبيع جرار مثلا كثر بلر، شركة كثر بلر $100,000، في حين يباع المنتج المنافس $90,000 بالمقابل. طب لماذا؟ واعتمد على الصورة الذهنية والعلامة التجارية والثقة اللي وين في شركة كثر بلر. بالمقابل العديد من الشركات تختار اليوم تحديد سعر منخفض نسبيا لمنتج بجودة جيدة، تدعي هذه تدعى طريقة التسعير وفق القيمة الجيدة. يبقى منتج له جودة جيدة الشركة بتسعره بسعر منخفض نسبيا. طبعا لماذا؟ انه هذه السياسة السعرية بترتكز على برنامج كامل لإعادة تنظيم وهندسة الشركة وبرامجها المتعلقة بالإمداد والإنتاج والتوزيع بطريقة تؤدي الموافقة بين التكلفة المنخفضة والجودة الجيدة. إذا المنتج جيد بسعر منخفض، ما الذي يحدث؟ إنه الشركة قامت بإعادة هندسة عملياتها حتى تخفض تكاليفها، بحيث صحيح تخفض تكاليفها وتتوائم مع الجودة الجيدة. هذا طبعا مثلناه شركة مثل وولمارت، طبعا تعتبر طريقة سعر منخفض، سعر منخفض كل يوم إحدى أنواع هذه الطريقة، وقد تم تطوير هذه الطريقة من قبل بروكتر اللي تخلت عن التنزيلات وقررت أنها تقوم تخفيض أسعار منتجاتها بشكل دائم، كما تشتهر متاجر وولمارت باتباع لهذه الطريقة. الدراسات بتبين أن الأسعار المدركة من قبل المستهلكين بالنسبة للمنتجات المباعة بأسعار منخفضة كل الأيام هي أكثر وثوقية من المنتجات ذات الأسعار الأعلى، واللي بتقوم بإجراء تنزيلات متكررة حتى لو كانت الأسعار الوسطية مرجع بها. بعد ما تكلمنا عن التسعير، احنا تكلمنا عن طرق التسعير، وفي طرق التسعير تكلمنا عن التسعير وفقا للتكلفة والتسعير وفقا للمستهلك. الآن نتكلم عن التسعير وفقا للمنافسة. وعندنا التسعير وفق السوق والتسعير المزادات. نتكلم في المنافسة يبقى في تسعير السوق تسعير المزادات. فبتأخذ طريقة التسعير وفق السوق بعين الاعتبار المنافسة، لأنها ضمن الطرق التي يتم التسعير بناء على المنافسة، فيها بناء على المنافسة. إذا نسعى بناء على المنافسة على طريقتين،
تسعير وفق السوق، تسعير المزادات. طريقة التسعير وفق السوق تأخذ في الاعتبار عند تحديد الأسعار أولا، تأخذ المنافسة. إذن عند تحديد الأسعار وفق لطريقة التسعير وفق السوق نأخذ في الاعتبار المنافسة أولا، فحيث أن الشركة تقرر أن تبيع بسعر أعلى أو أخفض أو بنفس السعر، إذا بناء على المنافسة تستطيع الشركة أن تقرر السعر أعلى أو مساوي أو أقل نفس سعر المنافس الرئيسي للشركة. في مجال صناعة الفولاذ والصلب مثلا تتجنب الشركات عادة المنافسة السعرية، لكن الشركات الصغيرة ما في أمامها إلا اتباع الأسعار المختارة من قبل الشركة المسيطرة. طبعا ينتشر استخدام هذه الطريقة في الحالات اللي بيصعب فيها قياس التكاليف، حيث يعتقد أن سعر السوق هو ترجمة لحكمة وعقلانية الصناعة للوصول إلى مردودية كافية. في الوقت ذاته يعتقد أن اعتماد سعر مشترك سيؤدي الحفاظ على انسجام القطاع. إذا في التسعير وفق المنافسة أول هذه الطرق، التسعير وفقا للسوق، ووفقا لهذه عند التسعير يتم الأخذ في الاعتبار المنافسة أولا، وبناء على المنافسة والمنافسين يتم تحديد السعر إما مساوي أو أعلى أو أقل. الطريقة الثانية في التسعير وفق المنافسة وهي تسعير المزادات. نلاقي هذا النوع من التسعير تزايد في الفترة الأخيرة، وخاصة مع التقدم الحاصل في المعلوماتية وعالم الاتصالات والإنترنت، وهذا تطبق على جميع المنتجات، يمكن تطبيقه على جميع المنتجات الآن، ويمكن أنه يتطبق أيضا على المنتجات المستعملة، لأنه عندنا أكثر من طريقة وعدة أنواع لهذه المزادات. إذن هذه المزادات، طريقة تسعير المزادات تطور حاليا بسبب تطور المعلوماتية والاتصال والإنترنت، ويمكن تطبيقه على جميع المنتجات والمستعملة. عشان هيك عندنا أكثر من نوع من المزادات. أول شيء المزادات التقليدية التصاعدية، المزادات ممكن يكون تصاعدية، تعرف هذه المزادات الإنجليزية، نجد هنا بائع واحد وعشرين مشتري، نقول عنه احنا الدلال، فيها يتطبق على الأشياء القديمة وعلى الأبنية وعلى المواشي وعلى التجهيزات المستعملة وغيرها، وهكذا معروف عندنا المزاد التصاعدي الدلال. هذه الإنجليزية. طب الهولندية، مزادات الهولندية الأسعار التنازلية، تجمع بين بائع وعدة مشترين، بائع وعدة مشترين أو بين مشتري وعدة بائعين. في الحالة الأولى يحدد البائع سعر مرتفع ثم يقوم بتخفيض تدريجيا حتى يعلن أحد المشترين شراءه، وهذه الحالة أهم سوق عالمي للأزهار في هولندا. أما في الحالة الثانية فيعلن المشتري عن رغبته في الحصول على منتج ما، فيدخل البائعين المحتملين في منافسة فيما بينه، حيث يقوم بتخفيض أسعاره تدريجيا لإقناع المشتري. إذا عندنا في المزادات عندنا الطريقة التصاعدية الإنجليزية، مشتري عدة مشترين، بائع عدة مشترين، دلال بائع عدة مشترين، تطبق الأشياء القديمة والأبنية، يصير تنازل السعر تصاعد 10 20 30 وهكذا. لكن عندنا المزادات الهولندية بالعكس، بتبدأ بالأسعار التنازلية، سعر عالي وبيتم التنازل، ممكن يكون مشتري، ممكن يكون بائع وعدة مشترين، أو مشتري وعدة بائعين، لكن الأسعار بالتنازل. تم أيضا استدراج العروض في المزادات، اللي هي استدراج العروض، مناقصات ظرف مختوم عادة من قبل الإدارات والمؤسسات الحكومية. وبعكس الطريقتين السابقتين، كل بائع يقدم عرض واحد يأمل الحصول على العقد، بالتالي يقدم أدنى سعر ممكن من خلال دراسة تكاليفه ومن خلال تخمينه للأسعار اللي يمكن أن يقدمها المنافسين. وبتقوم الشركة بزيادة السعر، عندما تقوم الشركة بزيادة السعر فهي تزيد من الربح، ولكنها تقلل من إمكانية حصولها على العقد. في هذه العطاءات واستدراج العروض، ظرف مختوم، قدم سعر واحد من خلال تخمينه وتقديره، لكن قديش بيرفع في السعر وقديش فرصته ممكن تقل. نيجي بعد ما تحدثنا عن طرق التسعير اللي ناقشنا فيها التسعير وفقا للتكلفة، والتسعير وفقا للمستهلك، والتسعير وفقا للمنافسة،
نتكلم بعد ذلك عن نوعين من الاستراتيجيات، استراتيجية تتعلق بتسعير المنتجات الجديدة، واستراتيجية تتعلق بتعديل الأسعار. أول شيء الاستراتيجيات متعلقة بالتسعير للمنتجات الجديدة. بدنا نميز هنا بين نوعين من الاستراتيجيات في تسعير المنتجات الجديدة، وهي استراتيجية تسعير القشط والقشط واستراتيجية تسعير التغلغل. استراتيجية تسعير القشط واستراتيجية تسعير التغلغل. أولا في استراتيجية تسعير القشط يشيع استخدام استراتيجية تسعير القشط القائمة على تحديد سعر مرتفع نسبيا للمنتج أو الخدمة عند تسعير المنتجات التكنولوجية الجديدة. إذن استراتيجية تسعير القشط هي أحد استراتيجيات تسعير المنتجات الجديدة، وهذا شائع وين؟ في تسعير المنتجات التكنولوجية الجديدة وبعض الخدمات المتقدمة. استراتيجية القشط تكنولوجيا وخدمات متقدمة، مع يعوض هذا السعر جهود البحث. طب لماذا؟ إنه هذا نتكلم منتجات تكنولوجية، نتكلم خدمات متقدمة، إنه في يتم دفع أسعار قبل وتكلفة قبل جهود البحث وتفوق المنتج على المنتجات المنافسة مع الاحتفاظ بهامش ربح كبير. طبعا يتم تخفيض السعر لاحقا بشكل تدريجي لتوسع السوق لمواجهة المنافسين. في بدايته يكون أسعار عالية، أسعار على قطاع الاتصالات والخدمات المتقدمة لأن نعوض جهود البحث، لكن بعد فترة بيصير السعر يقل تدريجيا وسيكون جمعوا تكاليفهم بالإضافة لدخول منافسين جدد. فقامت مثلا شركة سوني تطرح أول نموذج من التلفزيونات عالية الدقة LCD مسطحة في السوق الياباني في 90، عرضوا أول فلاشات مسطحة في التلفزيونات بسعر مثلا 43,000 يورو، لذلك باستهداف عدد محدود جدا من الزبائن الأغنياء. ثم قامت بعد ذلك الشركة بتخفيض السعر بشكل تدريجي. سعر قشط سعر عالي، يكون قطاع اتصالات خدمات تكنولوجية متقدمة في جهود الأبحاث بذل التكاليف، وبالتالي بدنا نعوضها زبائنها يكون طبقة راقية وأغنياء. بعد ذلك يتم في الخفض للسعر والانخفاض بشكل تدريجي. طبعا يعتبر سعر القشط مناسب إذا تمتع المنتج بخصائص متميزة وقدم منافع عالية، بالتالي بيرغب المستهلكون بالحصول عليه. إذا كان الطلب غير مرن تأمين عدد كافي من المستهلكين الراغبين بشراء المنتج لدى طرحه بسعر مرتفع، فهذا غير مرن يعني ضروري يصير بالنسبة لهؤلاء المستهلكين. وعندما يصعب على المنافسين دخول السوق أو تقليد المنتج، قد تساعد حماية المنتج من خلال براءة اختراع في زيادة القيود أمام دخول المنافسين. عشان هيك بيحاولوا يسجلوا براءات اختراعات جديدة حتى يمنع دخول منافسين، يكون عائق إلا من خلاله أو تقليد المنتج. بعض الأحيان يمكن إنقاذ المنتج من موت مبكر من خلال تبني سعر تغلغل منخفض. إذا أسعار القشط مرتفعة أما أسعار التغلغل فهي منخفضة. من سلبيات استراتيجية تسعير القشط من عدم تحفيزها للمشترين المحتملين لدخول السوق، ما فيها تحفيز للمشتري المحتمل متوقع أن يدخل السوق، بالتالي قد تحد من التبني السريع للمنتج. كما أن الهوامش الربحية المرتفعة بتشكل عامل جذب المنافسين لدخول السوق. إذا هي ما فيها تحفيز من عيوب طريقة القشط، استراتيجية تسعير القشط إنها ما فيها تحفيز وجذب لمين؟ للمستهلكين. في نفس الوقت بتشكل جذب وتحفيز عالي للمنافسين لدخول السوق. لكن أيضا حماية حقوق الاختراع والإبداع والابتكار وتسجيلها تمثل قيود أمام المنافسين. الطريقة الثانية في استراتيجيات تسعير المنتجات الجديدة، بعد ما تحدثنا عن استراتيجية تسعير القشط، استراتيجية تسعير التغلغل. من اسم التغلغل نبدأ من خفض السعر، هكذا حدد سعر منخفض نسبيا للمنتج أو الخدمة. يعني بتعطي الشركة في هذه الحالة أهمية أكبر لحجم المبيعات بالمقارنة مع المردودية على المدى القصير. تتبع شركة الطيران منخفض التكاليف هذه الاستراتيجية في التسعير. شركة الطيران مثلا إيزي جيت وري رينير ريانير هذه تبعوا استراتيجية التغلغل، فبيعطوا أسعار منخفضة لكن على المدى القصير، المدى البعيد يكون في أرباح. يمكن اللجوء لهذه الاستراتيجية عندما تتوقع الشركة أن مرونة المبيعات بالنسبة للسعر كبيرة، مرونة كبيرة لخدماتها أو منتجاتها، لأنه مرونة عالية مرن
وبالتالي السلعة غير ضرورية. عندما يكون هناك سوق جماهيرية كبيرة للمنتج، عندما تكون الزيادة الهامة في الإنتاج تؤدي إلى تخفيض كبير في التكلفة الوحدة، عندما أنتج كميات كبيرة فبالتالي تقل التكلفة الوحدة. إنه قلنا التكاليف الثابتة مع أي حجم الإنتاج، التكاليف متغيرة بتزيد مع المنتجات، مثل كل ما زاد حجم الإنتاج بتقل التكاليف الثابتة، نسميها وفرات الحجم الكبير، توفر لنا مرابح اقتصادية لأنها تقلل لنا التكلفة، فبالتالي تتيح للشركة أن تقوم بتطبيق استراتيجية تسعير التغلغل. إدارة الشركة منع المنافسين المحتملين من الدخول إلى السوق، تخفض الأسعار في كميات كبيرة، فتعتمد الشركة في هذه الحالة على سعر منخفض نسبيا لا يسمح إلا بهامش ربح بسيط بالوحدة، لكنه يحقق مبيعات كبيرة. ربح قليل، استراتيجية تسعير التغلغل تعتمد على ربح قليل، سعر منخفض لكن حجم مبيعات كبير، وهذا يؤدي إلى منع المنافسين من دخول السوق ويؤدي إلى بيع كبير وأرباح كبيرة. هذا كان حديثنا عن استراتيجيات تسعير المنتجات الجديدة. الآن ننتقل والحديث عن النقطة الأخيرة وهي استراتيجيات تعديل الأسعار. هذه كانت تسعير منتجات جديدة، الآن في أسعار منتجات قديمة ممكن تعدلها. في عندنا ثلاث استراتيجيات للتعامل مع تعديل الأسعار، وهي الأسعار الترويجية والأسعار التمييزية والحسومات والمسوحات. إذا ممكن نعدل الأسعار من خلال ثلاث استراتيجيات: أسعار ترويجية، أسعار تمييزي أو تسعير تمييزي، والحصومات والمسوحات. وهذه أمامنا من خلال الشكل استراتيجيات تعديل الأسعار. الأسعار الترويجية طبعاً تكون وفقاً للمناسبات وفترة محدودة وتسهيلات الدفع. في التسعير التمييزي هذا بركز على المستهلكين، وفقاً للمستهلكين، وفقاً للأماكن، وفقاً للوقت. في الحصومات، حصومات نقدية بالكمية، موسمية، تجارية وترويجية. في أسعار ترويجية المناسبات فترة محدودة، السعر التمييزي للمستهلكين والأماكن وفقا للوقت. نبدأ أولا الأسعار الترويجية. فعندما تعتمد الشركة استراتيجية التسعير الترويجي، الشركة تعتمد استراتيجية التسعير الترويجي، إلى مدى ستلجأ؟ كيف ستعامل وفقا لهذه الاستراتيجية؟ بتلجأ لتخفيض أسعار بعض المنتجات لفترة مؤقتة، ترويج، حملة ترويجية. فتأخذ الأسعار الترويجية أشكال متعددة. بعض المتاجر تقوم تخفيض سعر بعض المنتجات داخلها لجذب الزبائن نحو المتجر وتشجيع شراء المنتجات الأخرى المعروضة بالسعر الاعتيادي، وهو ما يعرف بتخفيض سعر القائد. وقد تستخدم أيضا بعض المتاجر والشركات أسعار مختلفة تبعا للمناسبات، فقد يقدم المنتج ويقدم عروض خاصة على منتجاته خلال فترات محددة. هذه كلها حملات ترويجية. إذا بالنسبة لمكان، بالنسبة لفترات محددة تكون. يمكن أيضا أن يقوم بعض المنتجين بتسهيلات للدفع من خلال معدلات فائدة أقل، أو تسهيلات دفع أطول، أو كفالات، أو تقسيط، أو صيانة مجانية، وهكذا. إذا هذه كانت أسعار ترويجية. أما التسعير التمييزي أيضا ضمن استراتيجية تعديل الأسعار، يمكن للشركات وفقا للتسعير التمييزي أنها تقوم بتعديل أسعارها، لكن بما يتوافق مع الزبائن وبما يتوافق مع الأوقات والأماكن. الوقت، الزمن، يبقى الزبون والمكان والوقت، تكون في توافق. إذا الشركة بإمكانها أن تعدل سعرها من خلال التسعير التمييزي، لكن وفقا للمستهلك، وفقا للمكان، وفقا للأوقات المختلفة. في التسعير بحسب شرائح المستهلكين، بيكون المستهلكين المختلفون بدفع أسعار مختلفة لقاء المنتج أو الخدمة، بيكون سعر تذكرة الطيران أخفض بالنسبة للأطفال في عمر مبكر، كما يدفع الطلاب عادة أسعار منخفضة لقاء زيارة المتاحف، وبيدفع المتقاعدون وكبار السن مبالغ رمزية في الكثير من الدول لقاء استخدام خدمات النقل العام. في التسعير التمييزي وفقا للمكان، هناك في الإنسان في المكان، بيدفع الحاضرون مبالغ مختلفة لمشاهدات ذات العرض، المسرح أو المباراة الرياضية، تبعا لأماكن جلوس، أيضا في الطيران وهكذا مكان جلوس الطائرة. في الحسومات والمسوحات بتقوم العديد من الشركات بتخفيض أسعارها لتكافئ المستهلكين نظير قيامهم بالدفع المبكر أو الشراء. إذن مكافأة، نظام مكافأة للمستهلكين. إذا دفعت مبكر
تمام، او اشتريت بكميات كبيرة خارج الموسم، ملابس الشتوية في الربيع وهكذا، بثم تقديم مكافآت خصومات وخصومات. فتدعى هذه الاقطاعات السعرية او التعديلات بالحسومات، وهي تأخذ اشكال مختلفة. يقدم الحسم النقدي، تشجيع تجار التجزئة على دفع فواتيرهم بسرعة، وايضا في عندنا حسومات على الكمية بيتناسب مع الكميات التي يقوم المشتري بشرائها، ويمكن ان تكون هذه الحسومات غير تراكمية بناء على الكمية المشتركة الطلبية الواحدة، كما يمكن ان تكون تراكمية خلال تجميع الكميات المتراكمة خلال فترة زمنية محددة في حالة برامج المسافرين المتكررة على الخطوط الجوية. إذن هذه خاصة في المواسم يتم تقديم الحسومات. مثلا حسومات الموسمية تقدم تشجيع على التخزين قبل بدء الموسم، أي أنها تقدم تشجيع الشراء خارج المواسم المعتادة. مثلا شركة لينكس مثلا حسومات موسمية للزبائن اللي بيقوموا بطلب المكيفات قبل 1 نيسان، أي قبل موسم الصيف، عندما يرتفع الطلب على المكيفات يمكن تمييز الحسومات التجارية أو الوظيفية التي تمنح لمكافأة تجار الجملة والتجزئة لقاء قيامهم بوظائف تسويقية مستقبلية. لكن من ناحية أخرى تقدم المسموحات تخفيضا المسموحات تقدم لنا تخفيض على السعر المعلن لقاء قيام البائع ببعض الأنشطة. يمكن بنميز هذا من شكلين من المسموحات، مسموحات تجارية ومسموحات ترويجية. المسموحات التجارية أو التبادلية تشكل تخفيض في السعر عندما يتم قبول منتج مستعمل كجزء من الدفعة أو من سعر المنتج الجديد، فيمكن أن يقدم تاجر سيارة تخفيض بمقدار $1,000 على سعر تويوتا كامري جديدة مقابل سيارتك التي تمتلكها. أيضا المسموحات الترويجية للبائعين ضمن قناة التوزيع مقابل قيام بعض الأنشطة في مجال الإعلان أو البيع، كان يقوم تاجر التجزئة بعرض المنتجات بشكل بارز مميز على الرفوف، أو أن يظهر منتجات الشركة في إعلانه ما يخدم ترويج المنتج. إذا المسموحات ترويجية ضمن قناة التوزيع، إنه يكون قناة التوزيع لبعض الأعمال والترويج للمنتج. هيك احنا بنكون انتهينا من الفصل العاشر المتعلق باستراتيجيات التسعير، وتكلمنا اولا عن مفهوم السعر في محاضرتين طبعا مسجلتين، تكلمنا عن مفهوم السعر والاثار النفسيه للسعر وطرق التسعير، ثم ختمنا مع استراتيجيات تسعير المنتجات الجديده واستراتيجيات تعديل الاسعار. الى هنا نلتقي في تسجيل قادم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.